معلش هطلب منك انك انت ترجع لي اللوحة 9x26 9x26. طيب انا هنتوقف هنا بين افتتاح المشروع ده وبين اللوحة دي. انتوا لو لاحظتوا ان الارقام اللي موجودة هنا على الخريطة، على اللوحة اللي قدامي، سواء كان في الدلتا او في توشكا او في وسط سيناء، بنتكلم تقريبا في 3.5 مليون فدان. ال 3.5 مليون فدان دول يساووا تقريبا برضو اقول تلت الارض الزراعيه اللي موجوده في مصر. تلت مش كده يا دكتور وصف؟ احنا بنتكلم في 8.5 9 صح، يعني ده تلت الاراضي. طيب انا عايز اقول للي بيسمعني دلوقتي، اللي احنا بنتكلم فيه ده مش بنتكلم في مشروع بسيط وطلباته من الميه او طلباته من الاسمده دكتور مصطفى هتبقى ضخمه جدا. انا مش بتكلم خالص على تجهيزه كمشروع، ده موضوع تاني خالص. لكن انا بقول للناس هنا تنتبه لحاجتين مهمين قوي. انت قلت التوسع الافقي والتوسع الراسي في الزراعه، ده التوسع الافقي اللي احنا بنعمله. طيب عشان نعمل ده عايزين نطمن على الميه اللي بتستخدم. وانا بقول للي بيسمعنا هنا، المشروع الاولاني والثالث اللي هو سينا والدلتا، احنا بنتكلم في اعاده معالجه مياه صرف زراعي بمحطات معالجه عملاقه، مش كده؟ حوالي 14 يعني. انا بتكلم بس للناس تسمع ده، لان الارقام اللي بتتعمل بيها المحطات ديت والمشاريع ديت ارقام كبيره قوي. لكن احنا ما عندناش خيار تاني. يعني لما نيجي نتكلم على ان حد مثلا نكتب عنوان صغير نقول ايه؟ التنميه الصناعيه يا دكتور مصطفى. لما انا كانسان اطرح الطرح ده اقول تنميه صناعيه او تنميه زراعيه، ده عنوان صغير ممكن اكتبه واقوله حتى في اي وقت. لكن عشان احققه وانفذه ده بياخد وقت وجهد وفلوس كتير قوي.